ከኢፍ ውድድር እንጀምራለን። ከኡርዱን የመጣውን ተወዳዳሪ አልቃሪዕ መሐመድ ኑህ ወደ መድረክ እንጋብዛለን። በታላቅ አክብሮት እንዲሸኙን እንጠይቃለን። السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. حسبك بارك الله فيك. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حسبك بارك الله فيك. سنكفي بسؤالين ان شاء الله لنا تصفيه النهائيه. السبب الثاني حسن ابراهيم حمد. ولدنا سوداري ولدنا تنقابزانا حسن محمد ابراهيم السودان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حسن محمد ابراهيم السودان. السؤال الاول اقرا قول الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على كل شيء حفيظ. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على كل شيء إن ربي على صراط مستقيم. حسبك. قل مولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا
باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يوم لا يغرك ولا من الذي كفر النار هي مولاكم وبئس المصير. أحسنت وبارك الله فيك. الفرع الثاني ندعو المتسابق بلال عبد الله العبري من الجمهورية اليمنية. فمجملا يحيز مكتب أبو ريكل، مجملا لرجال أبو ريكل محمد عبدو من اليمن. السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى. سواء بالليل وسارب بالنهار. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. حسبك فتح الله عليك. الله أكبر الله أكبر. የሚቀጥለው ፕሮግራም ከዚህ በሚያስተሳስራችሁ ይሆናል። በሳሳን ሸምሱ የሚከናወነው የቁርአን ሽልማት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ወደ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የፍድሪ የተወካዮች ምክር ቤት አባልና ኢማማችን መሪያችን እንዲሁም ከዚህ በኋላ ወደ መድረክ የሚመጡልን ኡስታዝ አቡበከር በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እስቲ ተክቢራ አንዴ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሌላ ነገር ከመናገሬ በፊት ወደ ሽልማቱ ከመሄዳችን በፊት ሽልማቱን መጥቶ ለእንግዶቻችን እንዲሁም ለተወዳዳሪዎች እና በደረጃ ለወጡ ሑፋዞች ሽልማት እንዲያበረክቱልን ሼኻችን አባታችን ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋን እንዲሁም ሼኻችን አባታችን ሼህ አብዱል ከሪም በድርዲንን ወንድሜ ኡስታዝ አቡበከር አህመድን ሼኻችን ሼህ ሱልጣን ሐጂ አማኒ በአንድ ጊዜ ወደ መድረክ ሸኙልን። እነሱ እስክመጡ አላሁ አክበር። ውድ ወንድሞችና እህቶች የዛሬዋ ቀን እንዲሁ በቀላሉ የተገኘች አይደለችም። ድምፃችሁን ቀንሱ፣ ቁጭ በሉ። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ያክብራችሁ። አሚን በሉ። አላህ ያክብራችሁ። አላህ ያክብረን። አላህ ያከበረውን ማንም ሊያዋርደው አይችልም። የተከበሩ ሼኻችን የኦሮሚያ የሙፍቲዎች ሰብሳቢ ዶክተር ከማልንም ይዛችሁልን እንድትመጡ ዶክተር ከማልንም ይዛችሁልን ነው የዛሬዋ ፕሮግራም። በዚህ መልኩ ብዙ ታውረዶችን አልፎ እዚህ እንዲደርስ ብዙ ተለፍቷል። እጅግ በጣም ቀን ከሌሊት ተስፋ ሳንቆርጥ ደክመናል። እያንዳንዱ መንግስት መስሪያ ቤት በር ደጅ በስልክና በአካል አንኳኩተናል። ብዙዎቹ አክብሮን ድምፃችን ሰምቷል። አቶ አደም ፋራን ስማቸውን ሳላነሳ ማለፍ አልችልም። ዶክተር አለሙ ስሜን ስም ሳላነሳ ማለፍ አልችልም። የአዲስ አበባ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ የሆነችዋን ወይዘሮ ሊዲያ ግርማን ሳላመሰግናት አላልፍም። ሊዲያ እንደ ሴት እሁድ ቀን ጸጉር ቤት ገብታ የካክስ ማቴሪያሎችን ጭንቅላቷ ላይ አስቀምጣ
እኛ ግን ጉዳይ አስገዳጅ ሆኖ ስለተገኘ ያንን በጨርቅ ጠቅልላ ነው ቢሮ መጣ የፍቃድ ወረቀት የሰጠችን። አዎ በየቦታው ቅን ሰዎች እስካሉ ድረስ ብዙ ነገሮች ይሳካሉ። ለሀገራችንም በርካታ ነገሮችን እንሰራለን። ከዚህ ለመቀጠል በፈርዕ ልሕጅ በሕፍ ዘርፍ የወጡትን ከሶስተኛ ወደ አንደኛ ጠራለሁኝ። ሐሰን ኢብራሂም ከሱዳን በዚህ መካከል ከአሜሪካ የመጣችሁ ዲያስፖራ በሼክ በሺር እና በዶክተር የምትመሩ ወደ መድረኩ እንድትመጡልን እንጠይቃለን። ሼክ በሺር እና ከሚኒሶታ የመጣችሁ የዲያስፖራ ልዑካን ቡድን ነው። ወዲ ሚኒሶታ ሚኒሶታ ራዱተን ዶክተር ካሊድ ሼክ በሺር አከገረን ሩዱተን ሲንጋፈን ሐሰን ኢብራሂም በሙርሺድ አልያሚን ተመርቶ ወደ መነሳ እየመጣ ነው ያለው። ገሬ ሚኒሶታ ዶክተር ሁንድ ከሰኑ The winner in the third position in the HIF section is Hassan Ibrahim from Sudan. Hassan Ibrahim Sudan irra. በኢትዮጵያ ብር የሐሰን ኢብራሂም ሽልማት 300 ሺህ ብር። አላሁ አክበር። The prize for the winner is 300,000 Ethiopian birr corresponding 3,500 US dollars. ብሪ ኮበሊበሰዲቲ ዋምጃው ሳ ደረጃ ከነረቲ ኒ በዳ በመቹላ ከራ ወራ ከነረቲ ረመደ ቢከሳ ننتقل الى الفائز الثاني من هذا الفرع الذي هو محمد عبد من اليمن. الله اكبر. The winner in the second position in the hip section is محمد عبد from Yemen. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عبد from Yemen. محمد عبد يمن الراي محمد عبد بيتوقيا بر شلماته 500,000 برنا. The prize for the winner in the second position in the hip section is 500,000 Ethiopian birr corresponding 6,500 US dollars. Muhammad Abdu, Yemenirra, Birrikum Alibashan. Amma Padafama Tijiru Gara Waltachi Tirufajirani Akkasuma Sammo Gare Minnesota Radufan Ka Sheikh Bashiri Fi Doktara Ngeke Famukara Nufani Jiru Ibu Makana Abdufani Altoko Amine Nasi Bada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aoun መጨረሻው ላይ ደርሰናል። አንደኛ የወጣው መገመት ውድድሩ እጅግ በጣም ፈታኝ ቁርአን በመቅራት ምናልባትም እኛ ቀድመን ያፈዝኑ ሰዎች ተገላግለናል የሚያስብሉ ወጣቶች ናቸው አሁን የመጡት። ቁርአንም እንደ ስፖርት አክሮባት ወደኋላ እየቀሩ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ውድድር ላይ አንደኛ የወጣውን የሚሸልሙልን አላም ይከርም ለና professor Walid Idris الفائز الاول من هذا الفرع من فرع الحب. انادي ادعو الفائز الاول هو محمود محمد نوح من الاردن. الله اكبر. The winner in the first position አንደኛ የወጣው هذا الفائز الاول قدم جائزته البنك التعاوني الاوروبي 10,000 دولار. بانك البوزيشن الله اكبر is الله اكبر محمد نور from اردن. ለዚህ አንደኛ የወጣው 10,000 ዶላር ኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ ነው ሽልማቱን ያበረከተለት። ኦርደንራ ኦርደንራ መሐመድ ኑር ኦርደንራ መሐመድ ኑር ኢሳክሲ ብራዳት ኢንተኮፋቤ ባንኪንግ ባንኪኑ መታ ባንኪንግ ገብተ ኦሮሚያ ዶላር ኩባ ኩራን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ዘ ፈርስት ፖዚሽን ኢን
the hip section. $10,000 corresponding 1 million Ethiopian birr. Allahu Akbar. ብሪ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብሪ ሚሊዮን ተኮ ባንኪን ገምተ ኦሮሚያ ኢማ ከና ፋሲስተር ገበዬ ንወጂን እንተ ገባሰ ከነስ ንወሊ ቆረታ ጅራ ባንኪን ገምተ ኦሮሚያ እሺ ወጂን ጅራ ጀራ ባንኪን ከሰን አላሁ አክበር። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ይህንን ሲሳተፍ ለመጀመሪያ አይደለም፣ በተለያየ ጊዜ ተሳትፏል። ዛሬ በቁርአን ግን ከኡማው ጋር ቆሟል። እንወዳለን አላህ ይውደድ። የበረካ አላህ አጅል ይበሉት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እስቲ አንድ ጊዜ ቁሙ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አንድ ጊዜ ያልቆሙ ሰዎች ስላሉ ነው። በዛሬው ዕለት ውሃ እንድትጠጡ ብሎ አፍሪካ ውሃ 6000 መኪና ውሃ በጣም የውሃ አስገብቷል። እሱ ብቻ አይደለም አፍሪካ ውሃ ወንድማችን ሳይዳምጠው አንደኛ ለወጣው ሰው 100000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው ሰው አላሁ አክበር ሁለተኛ ለወጣው ሰው 60000 ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው ሰው 40000 ብር አበርክቷል። ወንድማችን አለሚን ወንድማችን አለሚን አንደኛ ለወጣው ሰው 100000 ብር አበርክቷል። እንደዚሁም ወንድማችን አባታችን ብራዘርስ ኩስኩት ሀጅ አህመድ በሺር አንደኛ ለወጣው ሰው 50000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው ሰው 30000 ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው ሰው 20000 ብር አበርክቷል።